إوا غادي نقول لك أن هذه الدعوة ديال منع الاختلاط هذا قمة ديال التخلف الفكري، هذا قمة ديال التأخر السياسي، هذا قمة ديال التأخر التربوي، هذا هو يرجعنا للعصر الجاهلي، وهادشي ماشي صحيح وهادشي لا تربوي. وهذا الوضع حنا ميمكنش نقبلوه أولا كبغزة، ثانيا كمربين، لأنه حتى من الناحية التربوية من الأحسن الولد يكون الولد مع البنت، ومن ناحية ديال التقارب ديال الجنسين. وبالتالي كنعتبر بأن هذا المنع هو لا أساس له من ناحية التربوية، لا أساس له من ناحية الأخلاقية، لا أساس له من ناحية المعرفية، وبالتالي فهو موضوعيا غير مقبول ولا معقول. ولا هو ما يمكنش يكون ربما شي تيارات مسيسة هي اللي كتنشر هاد الأفكار. أنا كنقول لك يقولها اللي بغى، يقولها اللي بغى، هادشي مرفوض. كنقول لك إذا كانت هذه الدعوة مدارة في تيارات سياسية فندعوها إلى مراجعة رؤيتها للواقع، وندعوها إلى مراجعة أطروحتها ديال منع الاختلاط، لأن هادشي قلت لك غير مقبول ولا معقول، وهو تعبير عن تخلف تربوي كبير. هادشي غنقول لك. نعم، السؤال الأخير أستاذ هلال، واش أنتم كنقابة واش ميمكنش مثلا الدراري في وزارة التربية اللي هي شوف هادشي لا يستحق الرد، ولا أعتقد أن الوزارة الوطنية ستأخذ بها الاعتبار، ولكن كل واحد عنده رأي غير مؤسس على الدين وعلى الشرع وعلى التربية وعلى المعرفة وعلى التطورات التربوية والمعرفة اللي كيعرفها العالم. أي واحد ينوض يتكلمنا بالضبط ووزارة التربية الوطنية تتبنى دعوه لا معقولة، هذا موضوع آخر. وفي هذا الإطار فينا وزارة التربية الوطنية لا أعتقد أن نسيدوا وزارة التربية الوطنية غادي يعتمد على هادشي. أعتبر أن هادشي هذه خرافة، هذا مزاح ديال الأطفال، هذا كنسميه أنا مزاح ديال الأطفال، لأنه حتى دابا كتشوف الكبيرات عاود نتكلموا على الدخول المدرسي، علاه كنتكلموا على التخسيرات. هذه فكرة كيف هذاك خينا اللي قال لهم البنت ديال 19 خصنا نزوجوها، إوا دابا دخلنا عليك بالله واش المغاربة في المغرب تيناقشوا في الصحافة وتيناقشوا هنا وتيناقشوا هنا وكذا والفتاوي إلى آخره، أن البنت عندها 19 فانسى لك خصك عندها مبقات في المدرسة تلعب، خصك ترفيه، خصك تمشي الموسيقى، خصك تمشي اللعب وترفيه والثقافة والموسيقى وتخرى. هذا تخرق، هذا بغا يدخلوا المغرب في شي تخرق اللي ما لا معنى له. هذه مسؤولية ديال الدولة، شي لا ريسبونسابيلتي ديال الاتا، ما يمكنش الدولة غدا تسوق وتلقى المدارس فيها شي داعشيين وشي كذا. هذه فيما يتعلق بالمسؤولية ديال الدولة كاين مسؤوليات ديال السياسية، مسؤولية وطنية، ومسؤولية أخيرا وأساسا وكنفطر عليها بالرحمة مسؤولية تربوية ومعرفية. أمون وأخيرا خصنا نعرفوا المضامين اللي كتدرس داخل المؤسسات التعليمية، قطاع خاص وقطاع عام.